انت عم تلجئ لزواج المتعه ليه؟ اول شيء قاضي حاجه ايه؟ وثاني شغله في شيء ناقصني بجيبه. يعني فقط من اجل المال؟ هو بده يقضي حاجته وانا بدي اقضي حاجتي بس بالحلال. كيف بصير زواج المتعه؟ بقول لك انه زوجتك نفسي على مهر وقدره، بتقول لي انت قبلت التزويج خلصت. كم عقد متعه عامله؟ ما بعرف ما بعده. اطول زواج متعه قد ايه استمر؟ جمعه. اوف اطول؟ اقصر زواج متعه قد ايه؟ نص ساعه. مكان اللقاء وين؟ بالسياره. كيف نص ساعه؟ طلعت بالساعه ممنوع يبقى يدقرني خلصت وباي باي اللي بعده.